بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع درس جديد في مكون التزكية. عنوان الدرس مراتب الدين الإحسان. سننطلق لشرح هذا الدرس من حديث جبريل عليه السلام. أهداف الدرس: أن يتعرف المتعلم الإحسان ومرتبته في الدين، وأن يتمثل مدارج الترقي إلى الإحسان. وضعية الانطلاق: قال سعيد لأبيه: يا أبي، قد قرأت قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. سورة الواقعة الآيتان 91 92. فما المقصود بالمقربين؟ أجابه الأب: المقربون يا بني هم السابقون المحسنون الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. إذن الشخصيات التي ذكرت في هذا الحوار: هناك سعيد، جيد، وهناك الأب. نعم، ماذا فعل سعيد؟ قرأ آيتين من القرآن الكريم. نعم، من يستطيع أن يذكرني بالآيتين؟ تفضل. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. جيد، بماذا أو ماذا لم يفهم سعيد من هاتين الآيتين؟ لم يفهم كلمة المقربين. من ساعده ليعرف هذا المعنى؟ ساعده الأب. جيد، ماذا قال له؟ المقربون هم المحسنون الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. الفهم: قال فأخبرني عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام. إذن هذا الجزء من الحديث هو جزء من حديث جبريل عليه السلام. سأذكركم بالحديث كاملا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وواصل فقال له: صدقت. واصل الحديث فقال له: أخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. سنذكر الآن بالمرتبة الأولى من مراتب الدين التي هي الإسلام. فكما عرفنا أن الإسلام هو انقياد جميع الجوارح لامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وأركانه خمسة هي: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. والإيمان: ما هو الإيمان؟ الإيمان هو التصديق الجازم بالقلب بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. الآن سنحاول أن نفهم معنى
الإحسان. إذن في هذا الجزء من الحديث قال: فأخبرني عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذن عما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سأله عن الإحسان. جيد، بما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أجاب: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. جيد، أذكر ما أعرف عن الملائكة. نعم، ما هي الملائكة؟ الملائكة مخلوقات نورانية تطيع الله ما أمرها، عددها كبير. نذكر منها ملك الوحي جبريل، ملك الموت المكلف بقبض الأرواح، ميكائيل ملك المكلف بالأمطار، إسرافيل من مهامه النفخ في الصور، وهناك الملكان ناكر ومنكر، يعني المكلفان بالسؤال الميت في القبر. نعم، وما هو اليوم الآخر؟ نعم، اليوم الآخر هو اليوم الذي يفنى فيه الكون، ينتهي فيه الكون بكل مكوناته. إنه يوم عظيم، واستأثر الله تعالى بعلمه ووقوعه. لا أحد يعلم متى سيقع هذا اليوم، وسوف تموت فيه كل المخلوقات وكل الكائنات، ويبعث الله فيه عباده للجزاء والحساب. استنتاج: الإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن يغلب على المحسن شهود الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، فيثمر ذلك الإخلاص في العبادة والخشوع وفراغ البال من الشواغل. إذن الإحسان هو أعلى مراتب الدين. إذن الدين مراتب، المرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، التي فيها يجب أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويقوم بإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. هذا الإسلام. ثم يأتي بعده المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي أعلى مرتبة، هي الإيمان. والإيمان كما سبق الإشارة إلى ذلك له ستة أركان، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإحسان هو أعلى مرتبة من الإسلام والإيمان، وهذه المرتبة هي أن تعبد الله وتخلص العبادة لله وتستحضر وجود الله معك في عبادتك وفي أعمالك، وتخشع في عبادتك، مع أن يكون هناك فراغ البال من كل شيء يقوم أو يشغله. الآن نشاط تقويمي: ما الإحسان؟ حاول أن تجيب عن هذا السؤال. الإحسان، جيد، الإحسان هو أعلى مراتب الدين، والمحسن يستحضر دائما وجود الله معه وإن لم يكن يراه. نحن لا نرى الله، ولكن نستحضره كمؤمنين، نستحضر وجود الله معنا، فيخلص في عبادته. يجب أن تكون عبادتنا خالصة لله عز وجل، وهذا ما ينجم عنه الخشوع. إذن كلما استحضرنا وجود الله معنا فإننا نؤدي العبادة بخشوع. ما أثر المراقبة في أقوالي وأفعالي؟ إذن نحاول أن نجيب. فالمراقبة في أقوالي وأفعالي تجعلني أرتقي إلى مقام الإحسان، فيرضى الله عني ويجعلني من المقربين. إذن القيمة المستخلصة من هذا الدرس: بالاستقامة والعمل الصالح أرتقي إلى مقام الإحسان. قال الله تعالى
في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وماذا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم. شكرا على حسن تتبعكم وإلى اللقاء.